عندما تنتقلون إلى قسم الأناضول وتصلون ضفة البوسفور، يأخذكم الشعور بأنكم انفتحتم على الشرق الأوسط بكامله، حيث تستقبلكم الأحياء التي تثير هذا الحس بداخلكم. وإذا نزلتم من الباخرة ودستم تراب منطقة حرن، استشعرتم كونها نقطة البداية لرحلة الحج المباركة. وحين تتقدمون قليلاً تجدون أنفسكم في شارع تحسون فيه أن الشرق الأوسط قد بسط أمامكم كسجاد أطلسي، وكأنكم ستمدون أيديكم إلى حدائق بابل المعلقة الشهيرة. إنه شارع بغداد. كان شارع بغداد يستعمل قبل فتح إسطنبول من قبل القوافل التجارية والجيوش كطريق يربط الإمبراطورية البيزنطية بالأناضول. تسمية الشارع لبغداد يرجع إلى انطلاق السلطان العثماني مراد الرابع من هناك إلى بغداد، حيث اجتمع بجنوده في هذه المنطقة وخرج مسافرا إلى بغداد، وبعد رجوعه بالنصر والظفر أطلق على هذا الشارع شارع بغداد أو طريق بغداد. ترجع أولى التطورات التي ساهمت في ثراء هذا الشارع إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فالتجار الأغنياء الذين يريدون أن يكونوا على مقربة من القصر شيدوا في هذه المنطقة بيوتا وقصورا ومشارب مياه. ومن أهم البنايات التي ظلت شامخة من ذلك العصر إلى يومنا هذا قصر رشاد باشا. ولعل شعر شارع بغداد للشاعر أميت بيلجن من أحسن الأشعار التي تصف الشارع. شارع بغداد قصة لصداقة حقيقية عيشت. لو أردت شاهدا يا شارع بغداد، فمن تسأل فهو يبحث عن هذه الصداقة. أنت فقط لم تفهم، وإسطنبول فقط تعرف. ما السبب يا ترى؟ لماذا تركتنا؟ لم تحرق نفسك فحسب، بل حرقت شارع بغداد أيضا. يبدأ من السعادية وينتهي في كوزلتبرك.